ما دام ربي راه مخليك عايش وعندك عقل، اقسم بالله تكون درت واش درت، والله تكون قتلت، زنيت بالمحارم، والله تكون سبيت ربي، والله تكون بعت المخدرات، والله درت واش درت، اقسم بالله غير توب غير توب عليك الله. ربي ينادي، قل يا عبادي، شوف هذا يسموه نداء المصالحه. شكون داروا المبادره؟ ربي سبحانه وتعالى، من جات من عند ربي. نورمالمون انت اللي ديرها، انت اللي خاربها، انت اللي تروح ليه تقول له ربي اين ديروا مصالحه، هو دار لك مصالحه على العام ومبادره من عنده. واش قال لك ربي سبحانه وتعالى؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. واش معنى الكلمه هذه اسرفوا على انفسهم؟ معناتها داروا بزاف حوايج ماشي ملاح. واش حبيت دخلت فيها؟ دير في راسك واش درت كامل يدخل فيها. ربي كي قال لك اسرفوا على انفسهم، قال لك ما كانها تجي تحكي لي واش درت، ما كانها تحكي للناس واش درت، خلاص يعني داخله في اسرفوا، داخله شربت خمر، قتلت، درت واش درت. قال لكم لا تقنطوا من رحمه الله، ما تقنطش، ان الله يغفر الذنوب جميعا. بصح يا ربي انا راني دخلوني الحبس وكازي جوديسيري موسخه وراني محروق في الحومه. ايه لا تقنطوا من رحمه الله، يعني ربي قال هكذا، ان الله يغفر الذنوب جميعا، بصح راني مشم. ايه ان الله يغفر الذنوب جميعا،